السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم ورقة البسطيلة، وقبل ما نبدأ في التحضير كنتمنى اللي باقي مشترك في القناة يشترك وتدعمونا إن شاء الله باللايك وتبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. نتنزل تفرس فرس الدقيق الأبيض، بسم الله زلافة، هاد العبار الزلافة، شوية الملحة منكتروش، والماء ما دافي ما يكونش سخون غير دافي شوية. بسم الله نخلطو، نبقى نرميو غير بشوية شوية، ما نرميوش في خطرة باش نتحكمو في العجينة. سهلة في التحضير، ما نعجنوش، نرملوها غير بصبع يدينا. تنحسو بها كتبغي تجمع، عاد ندلكو هي دابا تجمعات بهذه الطريقة، ونغطيوها ونخليوها ترتاح باش تساعدنا في الخدمة. من بعد ما ارتاحت العجينة، بسم الله، هيا ندهنوا شوية الزيت، الزيت المائدة، الطريقة هذه نقطعوها قطع بالموس ولا أي قطعة، هذا الحجم من بعد ما كورتهم كاملين، نبسطوها شوية بحال هكا، نغطيوها بلاستيك غذائي باش تساعدنا في التلك. ندهنو شوية الزيت، شوية ماشي بزاف، وندلكو بالتلك. دهنوها بالزيت المائدة، نديرو وحدة فوق الأخرى، نستمر بهذه الطريقة حتى نكملو العجينة. من بعد ما كملتهم كندلك وحدة وندير الزيت وندير عليها وحدة أخرى، حتى كملتهم كاملين. دابا غنبسطهم غير بشوية، نمشيو معاها غير شوية، حتى
كنحس قلتلكوها بنتلك غير بشوية هكا تتبسط تستوي بشوية نكملو من بعد ما بسطها بالتلاج عبرت بالكسكاس وقطعت تعجب بالموز هزيت هاد الكسكاس ديال الكوكوت فرشت ليه هاد الزفت حياتي زفت حياتي هو ندهنو بشوية الزيت حالكم ديوا طيب ان شاء الله درت الطنجرة تغلى لا كاع ما نسيت كاع البرمة درت غير الطنجرة وهاد الكسكس ديال الكوكوت هو اللي درت صافي ونغطيوها هيا الورقة من بعد ما طابت نحاولو معاها تفك هو الشكل النهائي ديال الورقة نتمنى تعجبكم وتجربوها يعطيكم الراحة والسلام عليكم